أعضاء لجنة الخمسين يتفقون على 189 مادة من مواد الدستور، والنيابة الإدارية تتمسك بأن يكون اختصاص قضاء التأديب للهيئة. مجموعة أصدقاء سوريا تتفق على استبعاد أي دور لبشار الأسد في الحكومة الانتقالية المقبلة، وهيجي يصمم على إشراك المعارضة المعتدلة كحل سياسي للأزمة. والغنوشي يحث الفرقاء السياسيين في تونس على تغليب العقل والتنازل مع انطلاق الحوار الوطني. طبت اوقاتكم بكل الخير، 10 صباحا في القاهرة، 8 بتوقيت جرينتش. نشرة اخبارية مفصلة نبدأها مع الشأن المحلي مع الزميل اشرف. صباح الخير. شكرا لك سينار، صباح الخير واهلا بكم مشاهدينا في مسهل هذه النشرة التي نبدأها محليا، حيث اكد محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين ان اعضاء اللجنة اتفقوا على 189 من مواد الدستور بينها 18 مادة، قال انها لم ترد في أي من دساتير مصر السابقة. تصريحات سلماوي جاءت في ختام الاجتماع المغلق الأول للجنة للتصويت على مواد الدستور والذي جرى أمس الثلاثاء. المواد التي تم الانتهاء منها حتى الآن هو وتم الاتفاق عليها مع مختلف اللجان هي 189 مادة من مجموع المواد التي تزيد قليلا عن 200، منهم 18 مادة مستحدثة لم ترد في دساتير مصر من قبل، ومن 18 مادة تم الاتفاق على 16 آسف تم الاتفاق على 6 منهم مع لجنة الصياغة، وما زالت هناك 12 مادة قيد المناقشة بين اللجنة المختصة ولجنة الصياغة. كما أشار سلماوي إلى أن الجلسات المخصصة للتصويت ستكون للأعضاء الأصليين فقط في لجنة الخمسين ولن يشارك فيها الأعضاء الاحتياط. وأوضح المتحدث باسم لجنة الخمسين أن الجلسات المخصصة للتصويت بدأت بالفعل بالجلسة الإجرائية التي عقدت الثلاثاء ونقشت فيها الإجراءات التي ستتبعها اللجنة بحضور الخبراء 10. الجلسات التي ستكون للجنة الخمسين وحدها هي الجلسات المخصصة للتصويت، والتي بدأت اليوم بهذه الجلسة التي كانت جلسة إجرائية تم فيها مناقشة الإجراءات التي ستتبعها اللجنة لجنة الخمسين في حضور الخبراء 10، وكما قلت ستستمر بعض اللجان النوعية في إتمام عملها أو في النقاش المشترك مع لجنة الصياغة، وسنحتاج في هذا العمل لأعضاء الاحتياطي. يأتي ذلك فيما أكد نادي هيئة النيابة الإدارية تأييده الكامل لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين من إعداد نص دستوري يسند الاختصاص بقضاء التأديب للنيابة الإدارية. وشددت الجمعية العمومية الطارئة على حظر الندب بالنسبة للقضاء جزئيا أو كليا للسلطة التنفيذية، كما طالبت بتوحيد الاسم لكل مفردات السلطة القضائية لتكون إما جهات قضائية أو هيئات قضائية. القضاء التأديبي يساوي عدالة ناجزة، هكذا وصف مستشار النيابة الإدارية المقترحات التي قدمتها لجنة نظام الحكم للجنة الخمسين بشأن ضم القضاء التأديبي لهيئة النيابة الإدارية، وذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة.
التأكيد على التمسك وبإصرار بالنص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم والمنوع عنه سلفا، مع التحفظ بضرورة إدخال التعديلات اللازمة التي تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبي تحقيقا وفصلا موضوعا وطعنا للاختصاص النيابة الإدارية. استفادة من خبرات أعضاء هيئة النيابة الإدارية في هذا المجال بعد أن قضوا طول حياتهم الوظيفية يمارسون التحقيق القضائي في الدعوة التأديبية في هذا المجال. هذا الأمر يؤدي إلى زيادة عدد الدوائر القضائية التي تقوم بالفصل في المنازعات التأديبية، بما يؤدي إلى إرساء مبادئ العدالة الناجزة التي يحمل بها كل مواطن مصري. المستشارون أكدوا أن اختصاص القضاء التأديبي هو حق للنيابة الإدارية لتعديل الفصل في الدعاوى التأديبية، وذلك في مصلحة المواطن المصري. أما عن تمسك مجلس الدولة بهذه الاختصاصات، رأوا أن هذا تدخل في قرارات لجنة الخمسين التي تبحث عن حل لإنجاز قضايا المواطنين التي تستمر لسنوات. طالبنا كتير وقلنا لابد من التعديل، لكن مش معنى كده ان انا اقول انا استقيل. طب ما يستقيل هو، ومصر عدمت عن ان تنجب مثل قضاة مجلس الدولة. القضاء في مصر مليء بالكوادر والخبرات. التهديد بالاستقالة يعني يثبت للرأي العام من الذي يدافع عن الحق الشعب المصري ومن الذي يدافع عن مصلحة خاصة. النيابة الإدارية تنجز أعمالها وهي الأدرى، وهي التي تعلم ببواضل الأمور في الدعاوى التأديبية، وهي الأقدر على الفصل فيها، لأنها تبحث على صالح الوطن والمواطن، لأن هناك بطء في التقاضي وبطء في أمد التقاضي، فأرادت أن تنهض بهذه العدالة الناجية وتسند القضاء التأديبي إلى هيئة النيابة الإدارية. جدير بالذكر أن القضاء التأديبي هو أحد اختصاصات مجلس الدولة التي ترفض أن يسلبها منها أحد. مستشار النيابة الإدارية ومجلس الدولة في انتظار قرار لجنة الخمسين الذي سيكون الفيصل بين الهيئتين. وما زال الجدل يدور حول السؤال التالي: هل هذه المعركة من أجل الصالح العام أم من أجل تأكيد سلطة هذه الهيئات؟ من داخل نادي النيابة الإدارية، بسم الشاعر النيل. يلتقي اليوم أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية بقصر الاتحادية وفدا من الأئمة والدعاة والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، يتقدمهم الشيخ صلاح نصار خطيب الجامع الأزهر ضمن لقاءاته بالقوى السياسية والمجتمعية. هذا ومن المقرر أن يتم مناقشة عدة أمور في اللقاء، مثل إصدار رئيس الجمهورية كادرا خاصا للدعاة، واستعادة الأزهر أوقافه التي تم ضمها إلى وزارة الزراعة ومجلس الوزراء، كما يتضمن دعم المؤسسة الدينية نحو وسطية الأزهر وبحث مطالب الدعاة وعلماء الأزهر الشريف. إلى ذلك دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في بيان له طلاب الأزهر إلى الهدوء والالتزام بآداب الإسلام في طلب العلم والاهتمام بالدراسة حتى يتمكنوا من الإسهام في بناء الوطن. يأتي هذا بينما يسود اليوم الهدوء مقر جامعة الأزهر، حيث انتظمت الدراسة بمختلف الكليات. كان عدد من طلاب جامعة الأزهر من مؤيدي تنظيم الإخوان قد قاموا أمس الثلاثاء بأعمال شغب أمام مقر الجامعة، مما دفع أمن الجامعة لإغلاق أبواب المقر الإداري للجامعة تحسبا لاقتحامه. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من جامعة الأزهر مراسل النيل أحمد أبو الحسن. يعني أحمد، صف لنا الوضع لديك الآن في الجامعة. صباح الخير أشرف. يعني نتواجد منذ الصباح في جامعة الأزهر منذ بداية صباح هذا اليوم لمتابعة الأوضاع داخل الجامعة. فوجدنا منذ هذا الصباح توافد الطلاب إلى الجامعة وإلى مدرجاتهم في الكليات المختلفة، ويتم التحقيق أيضا من هوية الطلاب أثناء الدخول إلى الجامعة. يعني شاهدنا أيضا داخل المدرجات أعداد كبيرة حضرت من الطلاب لتلقي العلم وتلقي محاضرتين، وحتى الآن لم نشاهد أي بوادر لأي مظاهرات داخل أو خارج الجامعة، وخاصة أمام يعني المبنى الإداري للجامعة
الاعداد الطلاب في الايام يعني السابقه التجمع حول هذا المكان وعمل المظاهرات وترديد بعض الهتافات في هذا المكان داخل وخارج الجامعة يسود الآن نوعا من الهدوء تقريبا. تحدثنا أيضا مع دكتور إبراهيم الهدهد ونائب رئيس الجامعة عن يعني عن سير الدراسة في هذا اليوم. طلعنا الدراسة انتظمت بمختلف الكليات أيضا دون أي تعطيل ولم تكن هناك حتى هذه اللحظة أي مظاهرات. نريد أن نوضح معلومة أيضا بأنه يعني الطلاب كانت قد يعني طالبت من ضمن المطالب الخاصة بها في الأيام السابقة بالإفراج عن الطلاب المحتجزين، فقامت إدارة الجامعة هذا على لسان الدكتور إبراهيم الهدهد نائب رئيس الجامعة قام ب يعني بطلب من اتحاد الطلاب بموافاتهم بعدد الأسماء أو بأسماء الطلاب الذين يريدون الإفراج عنهم، فيعني وافهم منذ يومين تقريبا بعدد 130 فرد بما فيهم أعضاء هيئة التدريس، لكن نائب رئيس الجامعة أكد لنا أن هذه الأسماء فقط هي تم تسليمها لنا من قبل الطلاب اتحاد الطلاب، ولكن لم يعني لم يتم إخبار الجامعة بها من أي جهة مختصة. أيضا يعني أخبرنا بأن الجامعة قد شكلت لجنة تضم بعض أساتذة الجامعة لمتابعة هذا الملف مع وزارة العدل أيضا تحقيقا لهذه المطالب، ويقول نحن نحافظ على الطلاب حتى يتم يعني تلقيهم العلم في الجامعة بشكل طبيعي. وصلت الصورة، مراسلنا أحمد أبو الحسن كنت معنا على الهاتف من مقر جامعة الأزهر، شكرا جزيلا لك. يعلن اليوم أكثر من 14 ناشطا سياسيا تدشين تيار الشراكة الوطنية بمركز إعداد القادة ليضم كيانا جديدا على الساحة السياسية بهدف تحقيق أهداف ثورتي 25 من يناير والثلاثين من يونيو. كما يضمن هذا التشكيل تشكيل تحالف شبابي ثوري يؤدي لوصول من قاموا بالثورة للبرلمان القادم. وقال محمود عفيفي المتحدث باسم تيار الشراكة إن التيار بمثابة تحالف يضم عددا من شباب الثورة بتوجهاتهم المختلفة والذين اجتمعوا على أهداف ومبادئ موحدة وهي الهوية والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية. أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 11 متهما في القضيات المعروفة إعلاميا بمجزرة بورسعيد إلى جلسة 18 من ديسمبر المقبل، وذلك لسماع شهادة كبير الأطباء الشرعيين وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق واستدعاء طاقم لتحكيم المباراة. وكانت قد صدرت ضد المتهمين أحكام غيابية بالإدانة في القضية التي راح ضحيتها 72 قتيلا وإصابة 254 آخرين في أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع فبراير عام 2012. يدافعون عن حقوق الآخرين ويهدرون حقوقهم بتلك الصورة، اشتباكات وتراشق بالألفاظ بين ممثل المتهمين وممثل المدعين بالحق المدني، وذلك أثناء محاكمة 11 متهما في مذبحة بورسعيد. أما عن السبب فهو طلب محامي المتهمين نقل مقر المحاكمة إلى مدينة بورسعيد. في طلبات كنا طلبناها في الجلسات قبل نطق الحكم جينا النهاردة بنأكد عليها، وفي طلبات بنضيفها بعد ما الحكم صدر وشوفنا الحكم مكتوب فيه، فبنضيف طلبات عشان نسدد العوار اللي كان ظاهر في الحكم. طلبات استدعاء العقيد محمد خالد ممم، محمد خالد ممم هو اللي جمع التحريات وهو القابض على معظم المتهمين. معنى اللي انت تطلب العقيد محمد خالد ممم وتدينه وعايز تدخله في القضية ايه؟ وانت كده بتطعم بالتحريات عشان تطلب ايه؟ براءة جميع المتهمين، لان ما ينفعش المتهم يجمع تحريات عن باقي المتهمين، ده الهدف بتاعهم. وبعد المداولة قررت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة والتي تنظر إعادة محاكمة 11 متهما كانوا هاربين وصدر ضدهم أحكام تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد في القضية المعروفة إعلاميا بمجزرة بورسعيد إلى جلسة 18 من ديسمبر المقبل، وذلك لتسديد رسوم الإدعاء بالحق المدني ولحضور باقي المتهمين الغائبين حيث حضر منهم 9 متهمين فقط.
عندنا 11 متهم محكوم عليهم غيابي بيعاد اجراء محاكمتهم، منهم اطفال تحت 18 سنه محكوم عليهم ب 15 سنه، ومنهم من حكم عليه باعدامه وبحاله اوراقه للمفتي واعدامه، ولكن دون شهود ودون ان يكون دليل واحد ضدهم في الاوراق لمجرد انهم لم يمثلوا للدفاع.